والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمدين أن وحا يكوصاب صنطهاي نبي جينا عليه الصلاة والسلام دادكي قرابدي ساها حرير كاللالها إيا دادكي نبي عليه الصلاة والسلام وكسو تشيدي أما النبي عليه الصلاة والسلام يغو كفر عامي أما حاسسكي نبي عليه الصلاة والسلام نبي جينا سيدا أينو قرمه ركو الشاقني ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب أبيه وحلو رنشري عبد الله ابن عبد المطلب هو يدين وآمنة بنت وهب وحن الشاقني نبي عليه الصلاة والسلام أبيه هو يدين هاين قرابده ويسوء إيمانيين عبد مناف وقف كأفراد النبي جينو عليه الصلاة والسلام وكواب ترصدر وحن نبي أوقيها عبد المطلب سيدان الشاقني نبي جينو عليه الصلاة والسلام وحابه وقيريودي سقولي آن دالان سيدا تاريخهان سحدة وركهار أيوها نبي جينو عليه الصلاة والسلام وحا نبي جينو مسؤول كنقضي وكفالة قاتي ونبي عليه الصلاة والسلام كورنتي سكوبات ببلابي أووقي عبد المطلب ابن عبد مناف آدي آد بو نبي عليه الصلاة والسلام وحنانيي markii uu dareemay geeridiisu inay soo dhawaateena waxa uu dardaarmay adeerkii Abu Talib oo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu abihi waxaanu Abu Talib u fuliyay dardaaranka sidii u fiicnayd waxaanu nabiga kaleey salaatu wasalaam ka fadhili jiray ilaahay ilaalintiisa waa meesha ka shaqeynaysay caruurtiisa waana ka soo dhaweyn jiray maadaama abihi kala dardaarmay أقول نوها إلهي بانا سبحانه وتعالى قلوب ضدك ما ملاه إلهي با قلبك سجليي نبيك عليه الصلاة والسلام سيقار إنو أقدريه وقنا نحريسته وقنا حنانيه عرورتي سيئوبتك سنة إنو كهر مريه نبيك إنو عليه أفضل الصلاة والتسليم هو يدي وحا يقيريوت يدو دادي سايرتهي يسقو الحجرة وحا نبيك عليه الصلاة والسلام كل مي أقول نما حق آبها يرى تشينيمو حقه يدا وإلهي سبحانه وتعالى قدرك إلهي وأوديي إن أبيه هو يدي بوين وكسو قارسيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحال براي صبرك يا أتكيسك وحان لو ديارين يي الرنقي مبادن وآدي يادو علوس وأوباهن صبر يا أتكيسي وقف ولباء نكبح كرين قف كسو كري نول راحة وكل كولين كسو ليساني أنا كبيح كرين واتكنت إلى هين وقدر سبحانه وتعالى بلوجين نلش النبي جينو عليه الصلاة والسلام إن يا هيد نلش هسيكو بلا بنتي أقولني ماذا النبي جينو عليه أفضل الصلاة والتسليم سيدا صحابة رسول كرسول كآت كوجاق دويد عشاقين وح عمرك أهل رئيس جور سدي يدو عمرك يسوي هاي شن يلا بعطن صندوق حاس كي أهل رئي النبي جينو جور سدي وحياة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهيد هو يدي أوه الرئيسي كم يدا هيد هو يوين كمؤمنين تا وأوريه إيا الدمر كي رسولك عليه الصلاة والسلام حق داد النبي جين عليه الصلاة والسلام وكوينيد علماء تاريخ دو وحي الشيغان أفرتن شرين أهيد لكن إلهي با سبحانه وتعالى بركة قلي وأوبد كي النبي جين عليه الصلاة والسلام مركا لقر يبو إبراهيم وماريا القبطية عيد الشي لما انتود با وحهوية وهيد خديجة رضي الله عنها خديجة وحي هيد قف إلهي سبحانه وتعالى نبيك ودوري وحي هيد قف إلهي سبحانه وتعالى وقدري إلي قيبو إنك قادته تابا قلك هوشي مهم كهيد إلهي سبحانه وتعالى رسولك وصدري وحي إلهي تلماما آدي يادو في عن وحي كميتا إنا يهيد قبر تلفي عن له قبر قوان له إنا هيد ساس وكلا قبر لا صفات كونك سنة إلهي سبحانه وتعالى وكل على هذا وات السبب تي إن إلهي سبحانه وتعالى وصادر ملك جبريل وسيدا فرين آديات قالوا فرين تاسو كتي محق إلهي سبحانه وتعالى
كنا صعتا خديجة رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام سوى خديجة بشارين يوحيري وكان ملك جبريل ويقرئك السلام من الله سبحانه وتعالى سلام بو إلهي كاقسدا والسلام إلهي كتمي وسقار وقصعتا خديجة رضي الله عنها وهيد قفك يهرييي النبي عليه الصلاة والسلام رماية دعوة ديسي أتشيبة إسلامر كان قرب استاقة ويبشرك ببيت في الجنة من قصب وحانو كوغو بشارينيا قري تشندا كيالا وكسم أيضا لؤلو وطعب دال يبوق يقيلو يسوحانتونا أنو كتيرين يميل دقن وقفك قلا راحة يدقنا شهادو تربضا ودريمي كرو خديجة رضي الله عنها وحرسولك عليه الصلاة والسلام أعود الشيء عرورتي صوردان مركا لغرر إبراهيم سيداين الشاقني عرورت النبي عليه الصلاة والسلام وحاوينا القاسم ويساقود الشيء انتيا النبي عليه الصلاة والسلام أن لو وحيون وحان النبي عليه الصلاة والسلام كنية اللوغة ديكي تيرو لغو كنية انتيري أبو القاسم إنان كيسا عرورتي سأوينا أيو النبي عليه الصلاة والسلام كنية كاردكتة كنية معنى يدو حوية إن أبو لغه الرئيسي مقع قفك لدوني إن ليسوغو مقع بحيو أما ليسوغو مقع درو نبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وحكالو الله إن مديس كميدها عبد الله ويساق الله الشيقة إنو درشي إنتي نبي لو حيودي دبداد ولهذا أما السيدة سيأوغيد وحالوغو مقع بكيري الطيب الطاهر الطيب يا الطاهر والله وصف الله عبد الله وكمدها وبدك نبينا عليه الصلاة والسلام ما هين لبا إنا نوكله والنبي عليه الصلاة والسلام ودلي وح النبي عليه الصلاة والسلام إن مديس كمدها إبراهيم إبراهيم يسقو حقول هالشيء مقالة المدينة عمره يسوع نيران سيدا إن مدي النبي عليه الصلاة والسلام يكهر ييبا وح عمره يسوع قاري لحية طبعا بلاد إلهي سبحانه وتعالى أفسدي وحن نبي قول الشيء قبل أدون أهان شرتي ولورن شري ماريا القبطية مولد أيهايد وأدون تا نينك إسكالة إلمها قول الشيء هي مولد لي رهضة إبراهيم مركي قول انتي إلهي وحو قدر إني كوب يغنتي إني قرح دو مدوباتي تذكي غاركود وحي الهدين قرح دو وحي مدوباتي قيريدا إبراهيم وها إنن كي نبي عليه الصلاة والسلام ما أنت نوين مقالات فربضان ومركي قرح دو مدوبات أما ديوح مدوبات ويرا هذا بقر بعض لانايا أما بقر بعض لمانايا أما يسبدل وين بقى دويدة دوشي هذا كدعايا وحق الددك كسابسا إيا حالة دهودة لكن نبي قينو عليه الصلاة والسلام عقيدة دا نوع عاسي ددك دحيودة كتيرتي فرصة دا نوع عاسي صومرتي أيو نبي عليه الصلاة والسلام كدوية ماشي نكا قصاري وحانو لرسول كينو إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده قرح دي يضيح والبع على مدود وواوين وعلى مدوى إلهي تريتان كيسة ربي سبحانه وتعالى أوديسة ومن مدوبادان قفنا لشدي يقفني مشدي طونا وحي مدوبادان وارنك له وانتابك قالسا إلهي با سبحانه وتعالى الدوميه سكوب غقلية سيأي أطوبت كيران حالة دودنا يبدلان إلهينا سبحانه وتعالى وصو نقدان مركز طوما عسيادو أي دعضو أي بدتنا أرنك نوع عاسة إلهي سبحانه وتعالى وايالا إساقو أدوميه سخير كي وناق الله تشعل إنا يصو نقداننا آد أولدونا إيا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حقا هبلها وحابليه سكميدا هيد رقية يا أم كلثوم يا زينب يا فاطمة زينب رضي الله عنها وحيود أحد ننكي لوران تيري أبو العاص يدا يا كهر إسلامتي يدا ولي أن ننكي لقورسن مركي ويمي سقو مسلمة نبيه عليه الصلاة والسلام وعليي قور كهر أيان وعليي مهر عصب وقمحرين وحا زينب أبد كذا كم يدها تاريخ دي حديث دي نبيه باكو حصان إن أنتي لوران تيري أمامة بنت أبي العاص إن أنت النبي عليه الصلاة والسلام سعد كمركو إيمانا يا معلمها قاركود وسوق قادن شري سقو ستو مسعد كله إيمان شري وحنو سلاة الجلي شري سقو إن أنت أسيس سيدا مركو سجودة أنا وديك شري مركو ساق عنا وقادة شري النبي عليه الصلاة والسلام وحماشك هجس عاريه
dhaqan jaahiliya oo carabta dhexeeda ka jiray oo ku dhisnaa habla nacayb oo ninka marka inaani u dhalato arrinta noocaasa aad iyo aad uga murugoodo arrinkiisuna uu noqdo murugo iyo qalbi xumo inuu iskaga haysto oo isaguba taagtiisa uu sabro oo adkaysto iyo in iyadoo noolba uu aaso dhaqanka noocaasa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha ka saaray habluhu inay yihiin dad bani aadama oo mukarama oo xaq u leh inay noolaadaan oo la sharfo oo la qiimeeyo oo nafci iyo waxtar leh oo nimco ilaahay oo ay tahay qofku inuu ku farxo marka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo isagoo nebigu muujinaya ayuu masaajidka keenay inantaa weliba salaada oo ah camal cibaada oo qofku uu sameeyo camalka u qiimo badan isagoo ku jira ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inantaa marna uu qaadayey marna uu dhigayay. Waxaanaynu ka faa'iidaysanaynaa dhacdada noocaasa in hablaha yaryar ee aan gaadhin xad loo hunguroon karo, in masaajidka la keeni karo, weliba qaybta ragga la keeni karo oo lasoo dhex gelin karo, nebigeenna calayhi salaatu wasalaam keenay. Dhaqanka noocaasina dadka islaamka gaar ahaan carabta dhexdooda waa ka jiraa, laakiin dadkeennu way yaabaan hadday arkaan inan yar oo masaajidka la keenay. Masaajidada qaarkoodna buuq baaba ka dhacay maalmaha qaarkoodan goobjoog u ahaa, sababtuna waxay ahayd inan yar oo aabbihii dhalay masaajidka uu keenay. Arrinta noocaasina waxa ay ka dhalatay jahli ay dadku kaga sugan yihiin siiradii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hablihiisa ka mid ahaa inantii la odhan jiray Faatima radiallahu canha, oo nebigu aad iyo aad u jeclaa, oo marka ay soo socoto intuu istaagu ka hortegi jiray isagoo soo dhoweynaya waxaan odhan jiray marxaban bibnatii, inantaydii Faatima ha soo dhowaata buu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. Faatima waxay u dhaxday nin aad u qiimo badan, waa Cali bin Abi Taalib radiallahu canhu, waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaadeerkii. Cali maxram umu ahayn Faatimo, oo inanta uu dhalay inaadeerkaa rumi ama inaabtigaa ruma ama habarwadaaggaa rumi waad guursan kartaa oo ninku u guursan karaa oo dumarka xaaraanta kaa kuma jirto. Cali bin Abi Taalib iyo nebi Maxamed ilmaadeer rumi ahayn laba walaalaba kala dhalay, oo Abu Taalib iyo Cabdullaahi labadu waa ilmo Cabdulmutalib walaalay ahaayeen. haddana Cali bin Abi Taalib radiallahu canhu wuxuu guursaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantiisii. waxaa rasuulka weydiistay Faatimo Cali ka hor, Abuubakar radiallahu canhu iyo Cumar labadu waa weydiisteen, laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay inay yar tahay, waxaana iyagana da'doodu aad ay uga weyn tahay. waxaanay culimmadu halkaa ka soo saaraan aabbuhu inantiisa aadka u da'da yar haddii nin da'diisu aad ay u weyn tahay uu weydiisto inuu odhan karo way yar tahay. Cali bin Abi Taalib radiallahu canhu ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey. waxaanay noqdeen qoys aad iyo aad u qiimo badan, waxaana qoyskaasi ubadkii ka farcamay ka mid ahaa Alxasan iyo Alxuseyn, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay yihiin shabaabka ama dhalinyarta jannada, mudankooda iyo hormoodkooda inay yihiin ayuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay. waxaa rasuulka hablihiisii ka mid ahaa Ruqiya iyo Ummu Kalthuum, labadooduba marka hore waxay soo mareen rag kale, laakiin markii dambe waxaa ku dambeeyey Cuhmaan ibnu Cafaan radiallahu canhu, oo isagana aynu garanayn inuu ahaa shakhsi qiimo badan oo nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi miyaanan ka xishoon ahayn qof ay malaa'igtu ka xishooto, oo ku iibsaday maalkiisii jannada. nebigu waa ku yidhi man yashtari bi'ra ruuma walahu ljanna, yaa muslimiinta u iibinaya ceelka la yidhaahdo bi'ru ruuma, waa ceel macaan, biyo macaan, nin yuhuudi ayaa lahaa magaalada madiinana biyaheedu qadhaadh bay u badnaayeen, yaa muslimiinta u iibinaya oo janno arrinka noocaasa ilaahay subxaana wa tacaala kaga iibsanaya. Cuhmaan ibnu Cafaan baa iibiyey raggii tobanka ahaa ee jannada nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu bushaareeyey hal maroo wada socota ayaa Cuhmaan radiallahu canhu uu ku jiray. waxaana Cuhmaan loo bixiyey dhunnuurayn ayaa looga dhigay naanays, macnihiisu yahay kii labada nuur lahaa, oo ay waxaa ku kulmay laba hablood oo ka mid ah hablihii nebigeenna calayhi afdalu salaati wataasliim, Khadiija. khayrka intaa leeg ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka farciyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam. markii dacwadda uu bilaabayna Khadiija way garab istaagtay, aad baanay nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbiga ugu adkaysay,
وحاني أقول بشاري سي إلهي إنا نهو تشير هين حماننا هما يراتي إنا نلقو المهين ما دام وها قفل سفاد ونكسن وهي كم يتهاي إنو ضدك عاويو إنو هشيسيو إن أرهمها لو ما روايو أما بس ضدك كالعاني قبان كرين النبي عليه الصلاة والسلام كقبطة ونقضو ضدك فقراء أي مساكين تميد أرون إنو أها سفاد كونكسن إنو قفك وحي كيل عليان ميل حنين وكبعه سنبي جينا عليه الصلاة والسلام ويري صنايع المعروف تقي مصارع السوء وناجيه قفك وصمايو يدق ماذا في عنا إليهن وحاي قفك كيل عليان ميل حنين وكبعه يئن وتشبه خديجة رضي الله عنها وحي رسولك أوجيسي ورقة ابن نوفل وأها إن أدير كد وديمي وروح كي قاني وكتبت آخر سنتيري شكناكم ما تشير كتب طاهرة أنتي أهل بدلين إن أيكو قرية النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ دي سيا رميس وحكم دا يين وصابح دانا وكيلها القرآن كل شيء يهودي إن النبي أجرنا يس أجرنا يان أبد كوتا إن دلان يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ورقى ابن نوفل آد بوسر دويه النبي عليه الصلاة والسلام عدة أتمي وكارج جحينا ملك جبريل إنه يهاي وأكي نبي الله موسى إله سبحانه وتعالى وصاد دري أي ورقة ابن نوفل وشاجع النبي عليه الصلاة والسلام ساس خديجة أقرب تاجنيد إلا إلهي سبحانه وتعالى وأفسدي مركي أي جريوتينا النبي عليه الصلاة والسلام آدي آد بو جريدة سوقة مرقودي وقف كوالو أقولي هاي مرقودة قلبك هي المينت إيشة مركي أي جري كل عضو وحال أقولين وابرار مريا تيح تيح تمال الرفاع عيدو لسكو قصو يدولك أول إسلاده arimaha noocaasi waxa ay ka mid yihiin dambiyada waaweyn waxaana ka mid ah dhaqamadii jahiliga ee nabigeenu kaleey salaatu wasalaam la dagaalamay maadaama ay ka turjumayaan calaamada ay u yihiin qofkani qadarka ilaahay subhanahu wa ta'ala inaanu u sabrin inuu raali ku noqdo hadalkeeda badaaya waxa sanadka laftiisa dhintay abu talib oo isaguna nabiga kaleey salaatu wasalaam adeerkii ahaa oo ilaahay aan waafajin inuu islaamo nabiguna dadaal fara badan ku bixiyay إلهي بان حكمتك لها وحا رسولك اللي تساي ذاتك كلنا لو موچيناي هنونك إلهي وقل إنو بحيو وقلبك إلهي سبحانه وتعالى عدة ولدونه إنو إلهي وقليو إلهينا الدومي سيساق إياك لا يقان كهنون مدن إياك عن هنون مدنين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أضو عدة تعلاته أما إنو هنونة تعشى الدنين إيسا ما هنونين كرتي إلهي باعد الدونة هنونين أيا هو أعلم بالمهتدين دونيست إلهي نوحي كحرمت هاي علمي جيسي أقال كيسة وإلهي عده وأقيا هاي إنه هنون كمدنيهين أي ربي سبحانه وتعالى وهنونين أيا تدال بدن بو النبي عليه الصلاة والسلام كبحيي لكن إلهي ما قدرين إنو إسلامه قال لما أيو كدين تاي قال لما دي سنة ما يهين متكرر تاي نبي عليه الصلاة والسلام نبي نمديسة يونا جيسة إنو الضفير سنة لكن walaw ceebayn oodigii weynaaba inanki yara agoonka uu soo koriyay adeerka waa raaciba la oran doona ayuu ka baqayay sanadka khadiija iyo abu talib labaduba ay geeriyoodeen waxa loo bixiyay caamil xusn sanadkii murugada ay laba qof oo nabiga qaali ku ahaa si aadana u garab taagna la oran karo waxay ka dhignaayeen labadii baalow ku duulayay ayaa nabiga kaleey salaatu salaam ka baxay laakiin nabigeenu kaleey salaatu salaam waa sabray وحانا مر والبا ويقين صنا إله إنا نهوتشنا هاي سبحانه وتعالى وعد كستو قرب تاعنا هدي ماشى يكب حضه إنه هاي استو إله جرجر كيسة ينصر كيسة والله أعلم هل كاينو تشوجو صلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.